اخبارنا ريه جايين لكم بيها النهارده. سماك داون هذا الاسبوع شهد عرض هذا الاسبوع من عرض سماك داون انخفاضا في عدد المشاهدين وفقا للتقديرات بالمقارنه مع عدد مشاهدي عرض الاسبوع الماضي. ونقل تقارير نشره موقع سبورتس كيدا تقديرات اعداد المشاهدين التي اظهرت ان عرض سماك داون الذي اقيم يوم 15 ابريل شهد انخفاضا ملحوظا في عدد المشاهدين، حيث اظهرت الاحصائيات ان الساعه الاولى من العرض جذبت 2,100,000 مشاهدة، بينما انخفضت مشاهدات الساعة الثانية إلى 2,008,000 مشاهدة. ولفت التقارير أن متوسط المشاهدات كان 2,055,000 مشاهدة، فيما كان عرض الأسبوع الماضي قد شهد معدل مشاهدين وصل إلى 2,023,000 مشاهدة. كشف أوستن ثيوري نجم WWE كيف ساعدت شخصية جون سينا على الشاشة في تحفيز المصارع خلال شبابه. وتحدث أوستن ثيوري في تصريحات نقلها موقع سبورتس كيدا قائلا: شخصية جون سينا والأشياء التي قام بها والقرارات التي اتخذها كلها أشياء جعلتني أشعر بالحماس في فترة شبابي، لقد تأثرت كثيرا بشخصيته. بجانب بقى الحديث ده، هناك مباراة سوف تقام في عرض الراو اليوم بين فين بين البطل اليونايتد ستيت شامبيون وأوستن ثيوري، وفي المباراة دي أوستن ثيوري هيكسب فين بالور وهيبقى بطل يونايتد ستيتس شامبيون الجديد. الكلام ده مش أكيد، بس فينس مكمان مدعمه بشكل كبير، وتقريبا كده أوستن ثيوري يواصل رومان رينز نجم المصارعة الحرة مسيرته الناجحة مؤخرا في عالم الرياضة ومنافسات الاتحاد الأشهر WWE. وكان رومان رينز الذي كان يحمل لقب يونيفرسال قد واجه بروك ليسنر الذي كان يحمل لقب WWE في عرض راس المانيا الأخير الذي أقيم في بداية الشهر، وتمكن من الفوز ليصبح بطل العالم بلا منازع. وبحسب تقارير نشرة موقع سبورتس كيدا، فإن اتحاد WWE ليس في خطته أن يفقد رومان رينز أي من ألقابه قريبا، وهو الأمر الذي يعني أن مسيرة النجاح للأسطورة ستتواصل. وأشار التقارير إلى أن التقديرات تشير إلى أن رينز سيحتفظ بألقابه حتى عرض العام المقبل من رأس المانيا 39، وسوف تتواصل سلسلة عدم الهزيمة له طوال هذه الفترة. كل الناس متوقعين أن طالما بروك ليسنر هيرجع وجون سينا كمان هيرجع يبقى الاثنين هيلعبوا بعض. الحقيقة أن مش دي هي الحقيقة. بروك ليسنر لن يلعب جون سينا إلا في حالة واحدة. طب ايه هي الحالة دي؟ الحالة دي هي ان جون سينا يبقى هيل، يعني يبقى شخصية شريرة، وبروك ليسنر يبقى شخصية طيبة. وفي الحالة دي جون سينا يكسب فكده الموضوع هيبقى ماشي تمام، انما لو جون سينا فيس وبروك ليسنر فيس يبقى مش هينفع لا ده يكسب ولا ده يكسب، لان الاتنين نجوم كبار وما ينفعش يخسروا حد كده وخلاص. وفي حالة ان جون سينا يبقى شخصية هيل فهو مش هيلعب ماتش واحد وخلاص، جون سينا هيستمر كتير. والمباراة دي لو حصلت هتبقى أقوى مباراة في عرض ماني إن ذا بانك، وكمان ممكن نشوفها تاني في عرض سامر سلام. ياريت تضغطوا على زر الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.